مرحبا مشاهدينا، يعطيكم الف عافيه. نحن مباشره من امام الاطفاء. يعطيك العافيه. لين سكرت الطريق؟ شو في؟ انا سكرت الطريق. انا اطفائي هاني من 12 سنه. اول متطوع بالاطفائيه وعدوني يثبت، ما ثبتنا. قالوا لي خليك يومي على الفاتوره. قالوا لي خلونا يومي نعيش ونعيش عائلتنا. فيش مشكله عنا. بيجي قرار هلا من البلديه انه نحن اليوم وقفون. قالوا لي لا يا عم وقفون، قال فيش مصاري. نحن هذا جزائنا. 12 سنه كنا متنا بالشبكات عبره بالمخيمات بالمستودعات وبالحرائق الاشرافيه، وبيعرفوا الرقبة اول والعرفه هن من حسن مصري وبالغرايق. شو صار معك؟ وقفونا في الشقه المصاري. استاذ محمد السعودي اشرف رجل بصيدا، دايما بحط من جيبته بس ما عادش يتحمل شغل اكبر من طاقته. كم شخص انتم هون؟ سته. في ناس فلوا حيلهم، وفي واحد بعده واحد عم يغسل رنجه جوا إله يعني من الأرجاء. وأنا دقوا له الصبح قال لي خي وقفوك. قال لي لا وقفونا، قال فيش مصاري. أنا مأذون شهر، معطل شهر بلا مصاري، ما أنا ما عم يقبض. بيجي قرابته وقيفة بده، قال لي المسؤول اسمه طارق سعد، قال ما عم نشوفك. شو ما عم تشوفني؟ يعني أنا بطفي له فيديو كول بقول له يا قائد ياني. طب لا اليوم خلينا نرجع نطور الموضوع. أنت هلا عم تعمل على الاحتجاج لحالك، وين زملائك؟ ما فيش زملاء، هني يومين بخافوا خي الحبس. وأنا بس أنا شي حال، أنا عم دافع على كرامتي ومعيشة ولادي. مش أنا حبس ولا عم يقتل ولا عم فجر ولا بتحدى بالمخدرات. بيعرفوني الدولة كلها بتعرفني، من أقصى جهاز أكبر جهاز بيعرفون الدولة. الحمد لله الحمد لله نظيف. انا 12 سنه. كيف كنت تقبضوا؟ قبض يوميتها اول شيء كانت 450 بالشهر. جاء زادونا 19، جاء زادونا يا 28000، اقل من 100000. بيقبض مليونين ليره. مرق ساعه فرقت علينا. مليونين ليره بيعطونا. قالوا لي يا خيي مليونات ثلاثه نحن قبلانينهم. نخدم صيدا واهلا وأمليكا. هيدا جزائنا نحن متطوع. على كل حال أنا بقول كلمة، الله ما يسمحهم ولا عضو من مجلس بلدي من عدا واحد آدمي كان كان يجي يطلع على الشباب. وأنا هو مشغلني عنده هلا. هلا أنتم كم شخص؟ ستة. بكل المعكن في ستة؟ لا لا، هن في موظفين وفي عرفة ورابة مثبتين. نحن في مثبت وفي متقاعد. يوم على الفاتورة. أنتم متقاعدين على الفاتورة؟ يوم بالسنوي كل سنة بجددوا لنا. وقفوكم طلع ورا اليوم وقفوكم. فيش مصاري. استاذ محمد السعودي بعد بعدك من جيبتي كان يعطينا. حرام. انا ما بنكر. اليوم وقفتك شو الرساله عم تطلع اليوم؟ رساله يتطلعوا فينا، يتطلعوا بهالفاج معدات ما في علن بقولها. معقوله تصير كارثه بصيدا في الشيخ ناصر؟ كل فرقه فيها خمسه او اربعه. هيدي انت برايك. اسال لي اي ضابط بالاطفاء، اي ضابط بالاطفاء اذا في حادث كارثه كبيره فيش عناصر مية طفة. هني أخذوا قرار وقال لك شغلة، يعني ثبت الدفاع المدني وصار في تنسيق بينهم بين الدفاع المدني والدفاع المدني الفلسطيني. قال لك من قيم المتطوعين صار عندنا تنسيق. يا عمي غلط غلط، هيدا غلط. هيدي صيدا مدينة. إذا صار عندك حادث وأجى الثاني والثالث مين دي لبي؟ مين دي لبي؟ هلا إذا جاك حادث حريق بات، أجى حريق محل، مين بلبي؟ ما حدا بلبي. اليوم ابرز مطالبك انت يعني؟ مطالبي يطلعوا فينا، ما بدهم ايانا بس مش بهالطريقه بظهرونا. نحن بنشكرك يا خيي حسن، انتو والشباب واللي بدكم اياه نعملكم، بس مش بهالطريقه. نحن مستغنى عنكم. قاعد واحد بمكتبه وانا بقول له نحن مستغنى عننا، يا عيب الشوم عليهم. بس هيدي رسالتي انا. وانا بتشكركم، دعيت لكم لبيتوني. وعفيف الجاد اللي بيعرف كنت بعته الحوادث انا، وانت عطر الناس كيف كنت تلحقنا بالمستودعات ومعايا من تحت الارض. خبره نحن على الارض مش يوم او اثنين، 15 سنه على اطفائيين نحن. يعني اليوم هذا التحرك بس لاتاكد انه انت للطالب بعدم الاستغناء عنكم ولا شو بالضبط يعني؟ انه الضبط خيي او بتعملوا لنا يعطونا حقنا. هن ليك ولا مره قصروا فينا، كل شهر بقبضونا ضمن الامكانيه. مش غلط، بس اذا هالوضع ماشي فيش مصاري المفروض يصحوا هالشباب السته. نحن ما عم نقيم زباله، هاي اطفائيه ارواح ناس، في ارواح اطفال، في املاك ناس. مش منطق توقف ست عناصر وتخفي يعني تضعفوا هالفوج. العالم باول فوج، في ناس كثير تتمنينا. هلا السعودي كيف ما يقبل؟ استاذ محمد حرام بيحط من جيبته. ومره قال لي مين اللي وقفكم اول مره؟ قلت له يا عم والله مش عارف. اجل قرار هدونا، رجع قرار الثاني. يعني عم يطفشوك شوي شوي.
معقول يعني 12 سنة أطفائية؟ سأل ربيع العوجي أصدقاء رئيس أصدقاء سيري. كمل كان يدعونا في غريق زال الإيمو جبال البحر. دكتور زياد الحكويت رئيس المركز بيعرف هيدي نحن جزينا. أنا ما بتعدد على التلفون، أنا حيل بعد ما نزلت عيته وأصحابه ورفقاتي. أنا بطلب من بهير حريري وأسامة سعد وعبد الرحمن اللي بيسهل فعاليات المدينة والدكتور بسام حمود هاري فعاليات المدينة حلو الموضوع. في حال ما نحل الموضوع شو ممكن؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقول مش مسمعهم، كل إنسان أذينه أنا بشكي يا ربي بس يعني يا حالي، والقوة تحترم. ممنونك أنا. يعني ما إذا مشاهدينا مثل ما شفنا واستمعنا إلى هذا العنصر في فوج إطفاء صيدا الذي قام لبعض الوقت بإقفال الطريق هنا أمام فوج إطفاء، وذلك اعتراضا واحتجاجا على فصله من الفوج. هذا الشخص هو متقاعد أو إذا فينا نسميه مياوم في فوج الإطفاء، قام بهذا الاحتجاج ذلك رفضا لقرار توقيفه عن العمل. طبعا يعني مثل ما قال انه هن عبارة عن 6 أشخاص 6 شباب بيشتغلوا بيومي بهيدا الاطفاء باطفاء بريد صيدا. تم بلغوا اليوم انه تم توقيفه عن العمل، والسبب انه ما عاد في ميزانية لتغطية هيدا الموضوع. ولكن مشاهدينا الكرام يعني طبعا هيدا الموضوع مثل ما شفناه هو بلسان احد عناصر فوج الاطفاء يلي عبر عن غضبه وعبر عن السياء وعبر عن يعني رفضه لقرار توقيفه عن العمل بهذه الطريقه. مثل ما قال هو يقول نحن صرنا 12 سنه بالخدمه، بيقول صرنا 12 سنه بالدفاع المدني، 12 سنه بالاطفاء، مش لنتكافى بهذه الطريقه ومش لنتظهر من الاطفاء بهذه الطريقه. طبعا هذا الشخص ومثل ما تايل من الاشخاص يلي عندهم اعتراضات وعندهم كثير تحفظات على اليه الامور يلي كانت عم تندار، ولكن عبر عن رايه بهذه الطريقه اليوم امام فوج الاطفاء. وقام هناك اشكال ايضا مع شرطة البلدية مثل ما عم نشوف، يعني اذا فينا نشوفه على السريع عم بيحاول احد السيارات او احد الفانات تجاوز شرطة البلدية. ايضا يعني القوى الامنيه حضرت، ما بعرف شو عم بيصير. يعني مثل ما مبين لنا انه عم بحاول شرطه البلديه ايقاف احد الفانات، ولكن على الأرجح يعني هناك كان خلينا نقرب شوي نشوف شو القصة. خليك يوسف عن بعيد. يعني عم نشوف إنه القوى الأمنية أو الدراج بقوى الأمن الداخلي تدخل بهذه الأثناء. ما بعرف شو المخالفة اللي عملها. فإذا يعني مشاهدينا شو صاير معه؟
الخيل. شو صار معه؟ كده على الدركة. ليه شو صار؟ يعني عم تحاول وقفه كان في شيء مع شرطة البلدية ولا مع الدرك؟ ضرب. شو خاين يعني هو عم يخلي؟ السم عم تسم. آه؟ شرطة البلدية. مع شرطة البلدية المشكلة؟ آه. ولا عم نقول موري. آه. آه يعني ما. بضه على حكي قرب تعب الله عليه يعني نحل الموضوع على الارجح نحل الموضوع على الارجح لكن مع فاذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت و لن تسكن فاذا مشاهدينا الكرام مشاهدي صوت بيروت طبعا معكم بهذا البث المباشر الصرخه لاحد المتطوعين او احد المقاومين في في اطفاء بريد صيدا يلي كان عنده شكوى يلي عنده اعتراض الان باقفال الطريق لبعض الوقت وايضا شفنا يعني هناك كان بعض الاشكال البسيط بين احد اصحاب الضانات العموميه وايضا القوى الامنيه ولكن حل بسرعه فاذا كنا معكم بهذا البث المباشر كان معكم محمد زينت يوسف فواز صوت بيروت انترناشونال.